السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سوف نقوم بإنجاز تمرين 8 صفحة 117 من الكتاب المدرسي المفيد في الرياضيات. لكن أعتبر الشكل التالي حيث إج يوازي إف جي وعطانا المثلث إف جي بحيث إي كتساوي 7 وإي إف كتساوي 3 وإي جي كتساوي إكس ناقص 1 وإكس زائد وإف جي كتساوي إكس زائد 1.4. قالنا في السؤال احسب قيمة إكس، إذا احسب قيمة إكس، إذا لنحسب قيمة إكس. إذا نديرو أول حاجة غنديروها بما أن عندنا التوازي والقيمة ديال إكس عبارة عن المسافة، عندنا إكس ناقص 1 هنا إكس زائد 1.4، يعني المسافة إف جي كتساوي إكس ناقص 1 والمسافة إف جي اللي كتساوي اكس زائد 1.4. قلت انا فاش نكون كنبحث على المسافه ولا الطول ضلع ما من اضلاع مثلث او متوازي الاضلاع او اي ضلع، يعني اي ضلع او اي طول قطعه او هذا، وعندي التوازي كنفكر في طاليس المباشره. اذا لي تطبيق طاليس المباشره خص تكون توفر عندي ما يسمى بالشروط ديال طاليس. هنا بالنسبه ليا غادي نقولوا لدينا المثلث EFG. علاش غادي نكتب المثلث؟ فالمثلث يتحقق فيه تقاطع مستقيمان، ففي المثلث EFG عندي EF المستقيم EF يقطع المستقيم EG في E. إذا بدل نقول لدينا EF المستقيمان EF و EG يتقاطعان في E، غندير لدينا المثلث EFG. تاهي صحيح، تاهي يمكن يكون الشروط، لأن الشرط هو التقاطع في المثلث، جميع الرؤوس ديالو عبارة عن مستقيمين متقاطعين. لدينا المثلث إف جي حيث غادي نزيد المعطيات، حيث إي تنتمي للضلع إف و جي كتنتمي للضلع إي جي. نعم، هادو الشرط الاول، ثم الشرط اللي هو تا هو كذلك اساسي، ولدينا اي جي يوازي اف جي، وعندنا المستقيمان اي جي و اف جي متوازيان. اذن حسب مبرهنات طاليس المباشره شنو عندنا؟ عندنا اي او عفوا اي على اف، اي على اف كتساوي اي جي على او جي كتساوي اي جي على اف جي، اي جي على اف جي. واخا حنا انا كنقلب على اكس على اكس على المجهول اكس، وعندي انا اي جي كتساوي اكس ناقص 1 و اف جي كتساوي يعني هاي اف جي كتساوي اكس زائد 1.4. عندي او جي على او جي غير معرفه، ما عطينهاليش، اذا هذه ما عندي ما ندير بها، هذه ما عندي ما ندير بها، كندير ومنه كناخذ جوج العلاقات الاخرين. علاش؟ لان او اي عارفين هي 7 و او اف غتكون هي او اي زائد اي اي اف ومنه او اي. انا بلا ما نضرب انا فاش نكون كنخدم في الامتحان ولا هذا ما نضربش عليها، انا نخليها وناخذ انا هذه وهذه، كندير ومنه وناخذ هذه كتساوي هذه بلا ما نضرب انا غير كنت نشرح فقط. تساوي اي جي على اف جي، اي غادي هذيك او اف نحط القيمه ديالها او اي على او اف هي او اي زائد اي اف، علاش؟ لان مستقيميه كتساوي اي جي على اف جي، اي او اي كتساوي 7 في المعطيات، اذا او اي كتساوي 7 زائد اي اف اللي كتساوي 3. او اي كتساوي 7، هي 7، او اي كتساوي 7، اي اف كتساوي 3، تتساوي اي جي، اي جي هي اكس ناقص 1 و اف جي هي اكس زائد 1.4، اي 7 على 10 كتساوي اكس ناقص 1 على اكس
زائد 1.4 اي كندير دابا جداع الطرفين كيساوي جداع الوسطين. 7 عامل اكس زائد 1.4 كيساوي 10 عامل اكس ناقص 1. كنضرب هذا جداع الوسط الطرفين كيساوي جداع الوسطين. ها الوسطين هما هذا واحد، هذا جداع الطرفين كيساوي جداع الوسطين. ثم انشر 7 اكس زائد 7 فوق 1.4 28 هي 9.8 تساوي 10 في اكس هي 10 اكس، 10 في ناقص 1 هي ناقص 10. ما نساوش هاد لو تيرم ديال اي ضروري خصك تكتبو. اذا ندوز المجاهيل دابا كنحل المعادله، بحال تحل المعادله كنحل المعادله، ندوز المجاهيل جهه اليسار والاعداد جهه اليمين. اذا 7 اكس ناقص 10 اكس تساوي ماذا؟ كتساوي ناقص 10 بقات بلاصتها، ولكن زائد 9.8 تساوي ناقص 9.8 كتساوي 9.8 سبعطينا ناقص 3 اكس، لان 7 ناقص 10 7 ناقص 10 هي ناقص 3 اكس، ناقص 10 ناقص 9.8 هي ناقص 19.8. اذا في الاخير غادي نلقاو شنو نلقاو؟ اكس كتساوي ماذا؟ كتساوي ناقص 19.8 على ناقص 3. علاش؟ لان الضرب ولا قسمة عندي هنا عامل، فاش ندوز ناقص 3 نقطة لتحت هنا كتقول لي قسمة، وناقص 19.8 ناقص على ناقص تعطي زائد، و 19.8 على 3 تعطي 6.6، وبالتالي نكتب اكس تساوي ماذا؟ اكس تساوي 6.6. يكون بذلك لقيت القيمة اللي طالبين مني هي 6.، إذا إكس كتساوي 6.6. الله يجازيكم بخير، اللي توصل بشي تمرين مصحح يحاول يبارطاجيه وينشره مع الأصدقاء والصديقات ديالو باش تعمل فائدة لجميع التلاميذ. إذا وافونا حول وافونا حول في الموقع hopeof.blogspot.com، واللي بغى يتواصل معنا عبر الواتساب على الرقم 0612-66-33-12. والله يجزيكم بخير، فعلوا الجرس وما تنساوش تدعيوا معنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.